تطور الحالة الجوية في بلادنا؟ بالفعل، هو في الحقيقة بالليلة الفاتة كما حكيت أنت درجات الحرارة كانت مرتفعة نسبيا، وكانت في الليلة الفاتة ولا حدود هذا الصباح تقريبا بين 25 إلى 32 درجة بأغلب مناطق البلاد، وهذا نتيجة لهبوب طائرات هوائية من القطاع الجنوبي ساهمت في هذا الارتفاع اللي باش يتواصل اليوم. وإن شاء الله اليوم نتوقع أنه يكون طقس حار بأغلب جهات البلاد، والحرارة باش تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 إلى 13 درجة، وخاصة بالمناطق الغربية للبلاد. بالنسبة للحرارة المتوقعة اليوم القصوى ستتراوح بين 32 و 38 درجة قرب السواحل الشرقية، وبين 39 إلى 45 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيري بأغلب المناطق. وبالنسبة للرياح ستكون من القطاع الجنوبي بمناطق الشمال والوسط، وتكون شرقية بمناطق الجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد. وممكن العشية كذلك تتكون خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، بالتحديد جهة الكاف كذلك القصرين والسديانة، وتكون مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى متوسطة. بالنسبة لغدوة إن شاء الله كذلك يتواصل طقس حار بأغلب جهات البلاد، درجة حرارة مرتفعة كذلك بأغلب المناطق، وكذلك توقعات ديما قائمة بظهور خلايا رعدية فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وكذلك يوم الخميس، وإن شاء الله بداية من يوم الجمعة ستعود درجة الحرارة إلى الانخفاض التدريجي بإذن الله. وهذا الارتفاع هو نتيجة لهيمنة المرتفع الأفريقي أو ما يسمى بالمرتفع الصحراوي على دول شمال إفريقيا، وباش يساهم في ارتفاع كما حكيت ملحوظ في درجة الحرارة بداية من اليوم إلى غاية يوم الخميس بإذن الله. يعطيك صحة، شكرا لك سي حمزة سعد، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في لمن وبسلامة.